ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. لو هقول لكم فقرتنا عن اليوجا النهاردة، حاسة كده ان احنا قبل ما نبدأ هحس بهدوء وراحة. فتعالوا كده ناخد رحلة في اليوجا، لان اليوجا بحسها رحلة الانسان للترقي وانه يكون افضل، وهتعرفوا ازاي. وعشان كده منوراني النهاردة كوتش شهيرة المغلاوي. اهلا بيك يا كوتش. اهلا وسهلا. يعني انا مبسوطة بوجودك معايا النهاردة. انا كمان. بس عايزة نبدأ من الاول، هو ايه حكاية اليوجا اصلها؟ حكاية اليوجا، اليوجا بدأت في الهند من أكتر من 5000 سنة من الزمان، وبدأت بسكون. يعني ناس كانت تخرج في الخلا كده وتسكن، تسكت وتقعد لوحدها وتتأمل وتطلع بنتائج من التأمل ده. فدي كانت بداية اليوجا. وجم بعد كده قرروا إن التأملات بتاعتهم دي يكتبوها في شكل علم علشان الناس تستفيد بيه. وكان أول نص من النصوص بتاعت اليوجا اللي هي بالهندي تشيتا فريتي نيرودا، ودي معناها to stop the fluctuations of the mind، يعني إزاي إني أنا أسكن العقل، أسكن كل الـ ups and downs بتاعت العقل، اللي احنا بنقول عليها إن احنا نفصل كده عن كل الحاجات اللي بنفكر فيها وندخل في سكون تقريبا. طيب هي اليوجا انواع وحركات ولا زي ما حضرتك بتقولي اصلها اصلا تامل وسكون؟ يعني احنا ما بنبقاش عارفين هو الاصل ايه. انا عارفه ان في اكتف وباسف، فيمكن ده يقول حاجه، بس الاصل انه سكون. ايوه. طب قول الاصل ان هو سكون وتامل. وبعدين مع مرور الوقت الناس الكبار اللي بدأوها ابتدوا يكتشفوا انه مش سهل على اي بني آدم ان هو يدخل في السكون ده ويدخل في التأمل ده. وهم النتائج اللي هم بيطلعوها كانوا حابين انه توصل لكل الناس، فبدأوا يقرروا ان هم يدخلوا حركات تتعمل بالجسم بطريقة معينة في العضلات بنعملها علشان تأهل البني آدم إن هو يدخل في السكون والتأمل ده. أوكي. يعني فابتدت من هنا تنشأ فكرة اليوجا بوز أو الوضعية في اليوجا، وضعية الجسم. يعني الهدف من الحركات بتاعة اليوجا إن هي بتؤهل لحالة التأمل أو السكون اللي احنا عايزين ندخلها. بالظبط كده. طيب والحركات دي يا كابتن بتساعد على التنفس، بتعمل استريتشات مثلا للعضلات، يعني هل ليها حاجات مفيدة غير إن هي تدخلني في المود بتاع اليوجا؟ الـ 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 اليوجا بوزز او الوضعيات دي ليها اثر على الجسم، وليها اثر على العقل، وليها اثر على نفسيه البني ادم. فهي اليوجا هي هوليستيك، شيء متكامل بيدخلني في حال من الوحده. كل حاجه فيا بتكون حاضره في اليوجا علشان اوصل لمرحله التامل. بالنسبه للوضعيات بتاعه الجسم ممكن تبقى stretching في الأنواع بتاعة اليوجا اللي هي الباسيف. أوكي. وممكن تبقى تقوية للعضلات في أنواع اليوجا الأكتيف، الأنواع النشطة اللي فيها حركة مستمرة. فالاتنين موجودين فيه موجودين. طبعا الحاجات اللي بتقوي العضلات بتزود الكتلة العضلية، وكمان في أنواع من اليوجا بتساعدنا إن احنا نحرق دهن. يعني احنا ممكن نستفيد باليوجا غير الموضوع النفسي هندخل فيه، لان ده اللي انا حابه اتكلم عنه قوي، لكن انا ممكن تبقى اليوجا من ضمن التمرين اللي انا بعمله علشان مثلا اخس او اعمل شيبنج او يبقى ازود الماسل ماس او الكتله العضليه بتاعتي. طبعا طبعا بتستخدم في كده لبعض الانواع بتاعتها. اوكي. طيب هو ايه الفرق ما بين اليوجا والميديتيشن؟ اليوجا لما بنيجي نشوف مكوناتها هي مكونة من 8 حاجات، وبنقول the eight limbs of yoga، الأذرع الثمانية لليوجا. أوكي. درع منهم بس هو التأمل، إنما في 7 حاجات تانيين عشان يبقى اسمي بعمل يوجا. إنما ببساطة المديتيشن هو حال من التركيز الذهني باستعمال أدوات من جسمي، أدوات فيزيكال من الجسم، علشان انتقل الى حال من التوحد مع ذاتي كده وافكر في حاجه. دايما في المديتيشن بنقول ان النقطه اللي انا بكون فيها قبل التامل بتكون مختلفه عن النقطه اللي انا بكون فيها بعد التامل.
يعني التأمل هو بيكون بروسس بعدي بيها بتوريني حاجة في البروسس دي، وكل ده جزء من اليوجا. فاليوجا ليها قوانين ومبادئ كتير، ويمكن الناس انا محتاجه انها تعرفوا ان اليوجا مش مجرد تمرين كده هندخل نعمله ونخرج من غير اي فايده او اثر على النفسيه، مش بس جسديا. عايزه اسالك على القوانين او على الفلسفه بتاعه اليوجا، وعايزه بقى نمسك من كل قانون والفلسفه دي نبدا نشوف تاثيرها على مثلا التواصل مع الذات. يعني كتير جدا لما حتى بنستضيف حد في علم النفس او كده فيقول ان من اهم الحاجات دلوقتي ان احنا نتواصل مع نفسنا ونفهمها ونحبها. أوكي. الكلام ده مش سهل، ده عايز تمرين وبراكتس. اليوجا ممكن تساعدنا في حاجه زي دي؟ ايوه طبعا. احنا لما جينا اتكلمنا عن الثمان اذرع بتوع اليوجا اتكلمنا عن واحد بس، المديتيشن، عشان احنا سالنا الفرق بين اليوجا والمديتيشن. بس في الحقيقه ان اليوجا هي عباره عن رحله البني ادم بياخدها علشان يرتقي، عشان يتغير، عشان يبقى بني ادم افضل. وعلشان ياخد الطريق ده نتعرف على السبع اذرع الباقيين بتوع اليوجا. اوكي. فطبعا في ذراع عندنا هو الوضعيه في اليوجا، اليوجا بوز، والتنفس. والتنفس ده ذراع خطير جدا، بيعمل حاجات كتير قوي في الـ في الـ في الـ في السيستم بتاعنا مش بس في الجسم. وفي التركيز، ثم التامل. وبعدين في ذراعين بيتكلموا عن فلسفه اليوجا اللي هم اليامز النيامز، خمس حاجات، خمس مبادئ هنا وخمس مبادئ هنا. ولو تلاحظي ان الفلسفة بتاعت اليوجا واخدة 2 من 8، كل حاجة تانية واخدة 1 من 8 الا فلسفة اليوجا واخدة 2 من 8. ذراعين. ذراعين. وبعدين في مبدأ اللي هو اسمه براتياهارا، وبراتياهارا ده بقى مبدأ لطيف قوي، هو ازاي اني اوظف الحواس بتاعتي كلها لخدمة الروح، لان الحواس هي البوابات بتاعت السيستم بتاعتي. بالزبط. اي حاجه بتدخلني بتدخلني عن طريق الحواس، الحواس بتاعت جسمي. مظبوط. فازاي اني انا في ممارستي لليوجا بوظف الحواس لخدمه الروح، روحي فقط مش ولا حاجه تانية، لان غير كده بيكون اهدار للطاقه بتاعت البني ادم واهدار للحواس بتاعته. واخر حاجه نمره 8 is the bliss، والبليس ده total contentment يعني الرضا التام، وده مش بيجي غير لما نتخلى عن الانا. فممارسه اليوجا بيكون داخل فيها تخلي عن الانا تماما، اكون في تواصل مع الروح فقط. انا حابه قبل ما نكمل اقول بس ان كان سبب ان انا اكون مصره على لقائنا مع بعض انه اليوجا مش مجرد رياضه انا بعملها وخلاص، او حتى من ممكن يكون حد لسه مش بيعمل يوجا بس شايفها من بعيد حاجه ممكن تكون مش ليها فايده قوي. لكن السبب حقيقي ان انا اصريت ان انا شايفه ان هي هتنعكس على الشخصيه، هتنعكس على ادائها زي ما حضرتك لسه كنت بتقولي، على التركيز، على ان طاقتي تبقى ليا، على الحواس بتاعتي اللي داخل لها. موضوع اكبر بكتير من مجرد حركات، عشان كده انا عايزه تقفي بقى عند كل حاجه من دي وتدينا ليها مثال يبقى اوضح للناس انه ازاي يخلي طاقته لنفسه، ازاي يخلي الحواس بتاعته مركزه معاه هو، مش انه مركز مع اي حاجه. واحنا اصلا من دلوقتي بقينا في عالم من التشتت، وبقى صعب ان احنا نركز قوي وطول الوقت بنجري. فعشان كده انا حاسه ان احنا محتاجين نسمع منك اكتر. هو الغرض الرئيسي من اليوجا ان هي ترجعنا تاني نتواصل مع فطرتنا. أيوة. الفطره اللي ربنا خلقنا عليها. وطب ما هي هو ايه اللي خلانا نبعد عن الفطره؟ ما هي الفطره دي بتاعتنا وجوانا وموجوده وكل حاجه. صح. اللي خلانا نبعد عن الفطره هو كميه الجري اللي موجوده في الحياه، والاستعجال والتسابق والتحدي. طول الوقت احنا بنتسابق عشان نوصل لحاجة، او في تحديات علشان نوصل لحاجات. كل لما الحاجات دي بننغمس فيها اكتر بتبعدنا عن الفطرة بتاعتنا، وبتبعدنا عن تواصلنا مع روحنا. اليوجا بتعمل عكس الحاجات دي بالظبط، ترجعنا تاني بقى. بترجعنا تاني، فيها هدوء، فيها سكون، فيها تخلي عن الانا، فلا فيها تسابق ولا فيها تحدي ولا فيها اي حاجة. فانا لما بدخل في الاحساس ده
بتبتدي الحواجز اللي حصلت ما بيني وما بين فطرتي بتبتدي تختفي، فبتدي أقرب تاني للفطرة. ليه إحنا عايزين نقرب للفطرة برضو؟ لأن الفطرة معلمة، ربنا مخلقنا معلمين، الفطرة بتاعتنا دي عارفة كل حاجة. علشان كده دايما في اليوجا بنقول go inside، أي مشكلة تقابلك حلها جواكي، أي احتياج ليكي الساتسفاكشن بتاعه جواكي. هيحصل ده وهنعرف نوصل له لما نتواصل مع الفطرة. طول ما احنا مش متواصلين بنفضل نلف، أي مشكلة تصادفنا أدور على الحل بره. كنت لسه أقول لحضرتك، لأنه من الحاجات اللي كنت لسه بتكلم عنها، أنه لما بدأت أدرس أكتر حاجات في علم النفس والأفكار بتاعت الإنسان ومشاعره، اكتشفت أن كل إنسان عنده قدراته هو. يعني حتى لما نيجي نساعد حد مش لازم أروح أقوله نصيحة، ولا لازم أروح أقوله اعمل كذا وما تعملش كذا، هو بس أديله الفرصة أنه يعرف نفسه ويتواصل فعلا بقى معاها، وهو هيطلع باللي يناسبه. إحنا كان عندنا واحد من المدرسين اللي علموني، كنا لما نروح نقول له أنا عندي مشكلة قول روح اتنفس بس كده، هو الحل هتلاقيه في النفس. التنفس هتركز معاه، هتسكن، هتبتدي تحس بتوحد في السيستم بتاعك كلك وفي هدوء. النفس ده بيدخل لنا كمية اكسجين ازيد من اللي احنا بناخده في العادي بتاعنا، يعمل لنا صفاء ذهني، نعرف نلاقي الحلول. فحل المشاكل كلها جوانا عن طريق النفس. فالناس اللي منتهجين النهج بتاع اليوجا، اول لما تحصل لهم اي مشكلة يعمل ايه؟ ياخد بعضه كده، يقعد لوحده في هدوء، يتنفس ويركز في نفسه من جوه، ما يفكرش في المشكلة. ايوه، يركز مع النفس، يجيله الصفاء الذهني، تبتدي تطلع له الحلول، لانه بيقرب من فطرته المعلمة اللي عارفة الحل. طيب، وازاي اليوجا تخليني اشتغل على نفسي واطور منها؟ لانه انا عارفه برضو ان هي بتخلي بعد ما بتواصل مع نفسي واعرف احتياجاتي ابدا اشوف انا محتاجه ابقى احسن ازاي، محتاجه حتى ابقى كبني ادم ابقى احسن ازاي. طبعا ده عن طريق المعرفه بالفلسفه بتاعه اليوجا. هي اليوجا هي ثقافه انسانيه، والناس اللي بداوها وضعوا لها بعض الافكار اللي ممكن تساعد البني آدم إن هو لما يقراها ويطلع عليها مع تركيزه مع نفسه ومع نفسه يقدر إن هو يتوصل لأمور. فمثلا من ضمن المبادئ بتاعت اليوجا عدم العنف، وعدم العنف اليوجا بتتناوله بأسلوب مختلف خالص عن اللي مثلا أقول عنف، يعني حد يفكر إن بنضرب بعض مثلا ده عنف. لا، اليوجا وصلت للعنف بالكلمة، حتى الكلمة فيها عنف، العنف بالنظرة، العنف بالفكرة. اني حتى ما فكرش في البني آدم اللي قدامي بشيء سلبي، تهذيب للنفس، بشيء مش كويس. ليه؟ لان ده بيظهر في الطاقة بتاعتي وانا بتعامل معاه، ولما يظهر في الطاقة بتاعتي بيوصل له، فده يعتبر عنف، بيغير الطاقة بتاعتي وانا بتعامل معاه. هو انا بقول لحضرتك هو بيعمل زي تهذيب للنفس قبل اي حاجه. بالظبط كده، لازم اروح اقول اللي قدامي انت اللي خليك كويس، انا اللي خليني كويس. لا، ما هو احنا هنتكلم على اليوجا ما فيش انت خالص. هي اليوجا شغلتها تحول صباع الاشاره بتاعك ده من انك بتشاوري على اللي قدامك لانك بتشاوري على نفسك. صح، هي رحله لتهذيب الذات والترقي بتاع نفسي. ابدا بنفسك. بالظبط كده، كن التغيير الذي تحب ان تراه في من حولك. صح. طيب، وموضوع بقى ازاي ان انا اتحكم في اللي داخل الحواس بتاعتي؟ قلت لي مثلا كده في مره كان عاجبني جدا، انه اليوجا هتخليني بعد وقت انه لو حد جنبي وبيتكلم في حاجه وانا ممكن ابقى فعلا يعني فيزيكلي مش سامعاه، اليوجا هتوصلني للمرحله دي. لما يكون في حاجه انا مش عايزه اعملها، مش بعمل مجهود مع نفسي، هو خلاص اون اوف، اليوجا بتخليني افصل. بالظبط كده، هو المثال اللي انا كنت ضربته لك، اني انا لو قاعده في كافيه وفي ناس قاعدين جنبنا بيتخانقوا، انا اصلا مش بسمع الخناقه اساسا. هو اللي بيحصل انه لما ببتدي اقرر قرار وانتهج نهج اني انا ارقي نفسي، واني انا افضل مشغوله باني انا اتحسن واشوف ايه العيب اللي موجود فيا اني انا احسنه، اشوف ناقصني ايه علشان اعمله. بعد الاطلاع على الفلسفه بتاعه اليوجا اللي بتديني يد مساعده مهمه جدا تكون جايد لاين ليا في الطريق، هو انشغالي ما بيدينيش وقت خالص ان انا ابقى قادره اركز مع ولا حد تاني، لان احنا جوانا حاجات كتير قوي.
وبياخد من طاقتنا جدا. بالظبط كده. فانا طول الوقت وانا مركزه مع نفسي، لاني انا لما بكتشف النهارده اني انا عندي يعني مثلا زي ما قلنا من شويه عدم العنف، انا مثلا اكتشف في نفسي اني انا بفكر افكار مش كويسه في الناس اللي قدامي، معتبره بني ادم غبي مثلا على سبيل المثال، بطلق احكام. بالظبط كده. انا علشان امرن نفسي اني الغي الفكره دي من دماغي واتوقف عن الاحكام، ده بياخد شغل كتير جدا وطاقه كتير جدا وقاعده مع النفس كتير جدا ومراجعه للذات. طب هو انا ليه بفكر كده؟ طب وبيديني ريفلكشنز على حاجات جوايا كتير. حقيقي في الرحله دي الحواس بتتسد، ما بتبقاش فاضيه خالص ان هي لا تسمع ولا تشوف ولا تحس باي شيء تاني موجود حواليها غير الرحله اللي هي واخداها في سبيل الاصلاح والترقي. ونتيجه لده هتحصل الكلمه اللي بقت على طول بتتقال في اماكن كتيره جدا، الباوندريز اللي انا ببقى عايزه احطها ما بيني وما بين اشخاص، هي نتيجه لان انا وخليت ان انا الحواس بتاعتي بتخدمني انا، مش مشتته في كل مكان. فبالتالي بقى مع اي شخص في حواجز صحيه، حدود صحيه تخلي اي علاقه في الدنيا صحيه، من غير بقى ما نعقد الامور ونقول ازاي نعمل باوندريز والكلام ده. بالظبط كده. هو في الحقيقه اني انا لما بدخل في القصه بتاعه رحله الترقي لذاتي، اي حاجه بعد كده بتصدر من بني ادم حواليا انا اشوف ان هي مش هتخدم روحي فانا لازم اوقفها، او اني اشوف ان هي هتعطلني عن المسيره اللي انا ماشيه فيها، او تكون بتستهلك الطاقه بتاعتي. يعني واحده صاحبتي هتكلمني في التليفون وهتقرر ان هي تنم على حد تاني، ده هيفيدني بايه؟ ده مش هيفيدني بولا حاجه، بالعكس ده هيهدر الطاقه بتاعتي وهيلوث السمع بتاعي. وفي حاجه مهمه كمان، ان انا كل لما اعوز اني انا اتواصل مع فطرتي، الفطره دي ربنا خلقها طهرة بذاتها، وكلنا كل بني آدم على وش الأرض فطرته طهرة. لما بيجي يعمل حاجة مش كويسة بتسبب زي ما يكون غطاء على الفطرة دي، إنما الفطرة لا تلوث، هي طهرة على طول الخط، بنبعد بس عنها شوية. بالظبط كده. فأنا كل لما أسمح للحواس بتاعتي إن يدخلي منها شيء مش طاهر، شيء مش كويس، هيبعدني عن الفطرة بتاعتي، هيأخر المسيرة بتاعة الترقي بتاعتي، والعكس بالعكس. صح. كل لما أسمح فقط بدخول كل ما هو طاهر ليا، فده هيقربني أكتر من التواصل مع فطرتي والترقي. علشان كده بتحصل بشكل أوتوماتيك إني بعمل حدود واضحة، يبقوا اصحابي عارفين إن أنا دي ما بتنمش الليله دي، هي مش داخله فيها، مش هتدخل في القصه دي، بلاش بقى نبقى ناجل الكلام ده لما هي تمشي ان شاء الله. طيب هو عايز اسالك، هو واحنا بنتكلم على اليوجا كده، لو حد لسه ما بداش يوجا، يعني علشان يبدا يدخل في التعليم وفي الفلسفه وتبدا شخصيته تتغير، مع لسه بقول مع وعي وقرايه كتير وشغل على الذات طبعا، تفتكري ممكن بعد قد ايه نبدا كده ندخل في اليوجا والفلسفه الحلوه دي؟ على حسب التركيبه بتاعه البني ادم، وعلى حسب مدى استعداده ومدى احتياجه، وعلى حسب الاكسبوجر بتاعه، بيتعرض لايه يوميا، او تعرض لايه قبل كده، كميه الانسكيورتيز اللي موجوده جواه. يعني في بني ادم اول لما يقعد على الارض ويربع ويفرد عموده الفقري يبتدي يتغير في ثانية، في بني آدم في 5 دقايق، في بني آدم محتاج يقعد أيام أو أسابيع أو شهور. ألطف حاجة بقى في اليوجا إن إحنا لا ننتظر، هي إحنا أنا أمشي في المسيرة وكله بيجي، بس أنا لو فضلت متعلقة بنتيجة معينة بتتأخر أو وأقعد، لأن هي في الحقيقة تعلقي بالشيء نوع من انواع التسابق والتحدي، وببقى very active، فده برضو بيأخرني. صح. انما انا محتاجة، انا عارفة الاحتياجات وموجودة، انا ابتدي بتأمل، ابتدي بتنفس بسيط ان شاء الله 5 دقايق في اليوم،
شويه بشويه ببص الاقي النتائج بتجي. معروض الصوره للي احنا لسه مربعين وعاملين الحركات أيوة. بتاعه اليوجا. هي زي ما بقول لك هي بتدي اصلا فجاه كده تحس ان في هدوء وراحه من غير ما نعمل حاجه. مش عارفه كل المشاهدين بيحسوا بنفس الموضوع ده ولا لا، بس احنا عايزينهم بقى يجربوا. وزي ما حضرتك قلت احنا هنطلع منها بحاجات تفيدنا في حياتنا، مش بس مجرد رياضه او مديتيشن او كده، هي هتعلم الانسان كده في رحله للتراقي زي ما بنقول. قبل ما انهي الفقره اللي بتعدي معاكي بسرعه قوي، كان في كده جزء عن المتعه الحقيقيه والمتعه اللحظيه، بسبب ان احنا بنجري ورا حاجات سريعه ناخد منها كده متعه بسرعه ونمشي، وبعد كده نحس ان احنا رجعنا فاضيين تاني. فكنت حابة ان حضرتك تقولي لهم المثال ده علشان حاسة بيرجعنا تاني للفطرة وللهدوء اللي غصب عننا العصر والوقت اللي احنا فيه بيسرق مننا الحاجات دي. هو الوقت اللي احنا عايشين فيه بيغلب عليه البلاجرز، وفي ناس كتير بتخطئ المفهوم ما بين يعني البهجة العميقة والبلاجر اللي هو المتعه اللحظيه. المتعه اللحظيه، علشان كده نبص نلاقي حد مثلا يقول انا عايزه اتبسط فبنزل اروح المول واتعشى بره واروح السينما ومبسوطه جدا جدا، وبرجع بعد كده اللي هو I'm feeling down، انا اكتئبت تاني، عشان دي كلها pleasures، دي كلها متعه لحظيه غير البهجه الحقيقيه اللي بتكون طالعه من القلب. البلاجرز دي ممكن تجيلنا من الخارج، اقول لك كلمه مجامله لطيفه انت تحسي بالمتعة، لكن دايما السعاده الحقيقيه من جوه. انما السعاده الحقيقيه دي بتتعمل جوانا، مطبخها جوانا احنا. أيه. جايه من الرضا، جايه من ازاي اني انا اكون مرتاحه في نفسي، متصالحه مع نفسي، متوحده مع روحي، قريبه من فطرتي. هي دي البهجه الحقيقيه اللي هي غير مكلفه على فكره بتكون خالص. يعني هو انا لما اقعد كده واتواصل مع نفسي جوايا واشعر بيها، هي دي بتكون البهجه الحقيقيه اللي هي فيها تباعد تام عن الانا. وفي طبعا لو هنتكلم فيزيكلي الاثر بيكون على الجسم ايه، فبنلاقي ان الامور الخاصه بالمتعه اللحظيه والبلاجرز بتفرز دوبامين في جسمنا، والدوبامين ده من هرمونات السعاده، بس ده بتاع الانجاز، فبيروح ويمشي بسرعه شوتس وبعد كده بتروح. البهجه العميقه دي سيروتونين ده بقى بتاع الهدوء، بتاع النوم الكويس، صح. بتاع اللونج تيرم ريليشن شيبس، بتاع المحبه، بيدخلنا في حال. والسيروتونين ده بناء، يعني اتس بيلت اب، حته فوق حته فوق حته زي المبنى بالظبط، غير الدوبامين لطشه مسدس كده وبيروح لحاله. الحقيقه دي كانت تبقى احلى حاجه نهينا بيها الفقره دي، انه الناس تبدا تعرف احنا ازاي نوصل للسعاده الحقيقيه اللي هي من جوانا. فبشكرك جدا على يعني فقرتك معايا النهارده واليوجا والتعليم بتاعتها، وان شاء الله ده مش اول مره نبقى مع بعض مره تانية. ميرسي جدا لوجودك معانا.